أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامج الجدعان. حضراتكم اسمحوا لي في بداية حلقتنا النهاردة أتكلم عن منطقة صناعية اسمها بساتين الإسماعيلية على حدود مدينة العبور، ورغم ذلك هي تتبع محافظة الشرقية لأنها بتقع على طريق بلبيس الصحراوي. المهم هذه المنطقة الصناعية مساحتها حوالي 1484 فدان، يعني واحدة من أكبر المناطق الصناعية على مستوى الجمهورية، وفيها حوالي 1500 مصنع وأكثر من 100,000 عامل. هذه المنطقة اللي استثمارات مصانعها تتجاوز 15 مليار جنيه، خالية تماماً من الخدمات. القرار الجمهوري الصادر بإنشاء هذه المنطقة الصناعية بساتين الإسماعيلية كان في سنة 2017، ورغم ذلك لم يتم تنفيذ أي بنية أساسية أو قومية لهذه المنطقة، يعني خدمات تسهل الاستثمار والصناعة في منطقة الزوامل أو بساتين الإسماعيلية. خلي بال حضراتكم هناك الكهرباء بتحرق المكان من الاهتزازات اللي بتحصل في التيار الكهربائي، الطرق عبارة عن مدقات، لا يوجد مياه للشرب أو الصناعة. إذن هي منطقة صناعية يجب أن يتم تأهيلها على الفور، ده في قرار جمهوري بإنشائها على مساحة 1484 فدان. النهاردة هناخد حضراتكم لزيارة لواحد من أكبر مصانعها، هو مصنع سيتي فوم متخصص في صناعة الإسفنج والصناعات التكميلية. 6 مصانع تحت راية هذه المجموعة على مساحة تتجاوز 40,000 متر. صاحب هذه المنظومة المرتبطة بصناعة الإسفنج والمراتب والمفروشات والبلاستيك وغيرها تحت راية سيتي فوم هو السيد صبحي بيومي. قصة نجاح عظيمة جدا بدأت باستثمارات لا تتجاوز 360,000 جنيه، ده من حوالي 14 سنة. النهاردة حجم الاستثمار يتجاوز 1,100,000,000 جنيه. خليكم معانا في حلقة مهمة جدا من داخل منطقة الزوامل الصناعية أو بساتين الإسماعيلية. صناعة الإسفنج ضخمة في مصر لأنه باختصار بيدخل في حياتنا بالكامل تقريباً. دلوقتي حضراتكم في واحد من أضخم مصانع الإسفنج في مصر، سيتي فوم. مساحته أكتر من 40,000 متر وبيشتمل على 6 مصانع عملاقة دفعة واحدة، الأول لتصنيع الإسفنج بأحدث خطوط في العالم بمختلف أنواعه، لاتكس طبيعي، سوفت، هارد، ميموري فوم، وبمختلف كثافاته اللي بتديله قوة الضغط وبتتورد حسب احتياجات كل صناعة، والتاني لتصنيع المراتب، وبجد مبهرين، بيصنعوا المراتب الأمريكية والألمانية الفارهة بجميع مقاساتها وأشكالها بأفضل خامات تحت اسم وندرلاند، وبسعر مذهل فعلا رغم جودتها العالية جدا، وكل منتج لباركود بيكشف كل تفاصيله وتاريخ إنتاجه ومكوناته وكثافات الإسفنج ونوعه المستخدم في التصنيع. أما المصنع الثالث فهو مختص بتصنيع سوسة المراتب، والرابع للمخدة واللحاف والملايات وغيرها من المفروشات، والخامس للبلاستيك، وبيصنعوا فيه كل مواد التغليف البلاستيكية لمنتجاتهم وكمان للغير. أما المصنع السادس فهو الإسفنج الريبوند، وهو مختص بإعادة تدوير الإسفنج الهالك في الصناعة، وبالمناسبة سعر البلوك بيبقى أعلى من الإسفنج العادي لأنه بيبقى عالي الكثافة وعليه طلب كبير جدا. اللي أسس المنظومة دي بالكامل في صناعة الإسفنج وصناعتها التكاملية باستثمارات تجاوزت 1,100,000,000 جنيه هو الحاج صبح بيومي، رئيس مجلس إدارة مصانع سيتي فوم أو مدينة الإسفنج. جدع بجد ومحبوب ما بين عماله، بجد رائع في كفالتهم واحتواء همومهم ودعمهم، وقلبه حديد في الصناعة وبيعشقها، ونجح في تأسيس 6 مصانع عملاقة
حرفياً باستثمارات ما عدتش 360 ألف جنيه من 14 سنة. تخيلوا، بجد يستحق تركزوا في كل كلمة هيقولها. سيد صبحي بيومي، حضرتك مفاجأة كبيرة جداً لينا في صناعة الإسفنج. حضرتك رئيس شركة سيتي فوم، وإحنا جايين معروفة صناعة الفوم أو صناعة الإسفنج، ولكن لم نتخيلها بهذه الصعوبة. صناعة كبيرة جداً، ضخمة جداً، عدد عملتها كبيرة. أنا أول مرة أكتب هذا الكم من الأوراق عن مصنع واحد. فهمنا عن إيه صناعة الإسفنج، ولكن في البداية بدأت إزاي الصناعة دي؟ أو إيه اللي خلاك تدخل في هذه الصناعة؟ الصناعة دي أنا بدأت فيها في 2009. كنا 5 أصدقاء بندور على مشروع من ضمن المشاريع يعني، وقدامنا كان لينا أخ صديق ليا شخصياً يعني كان شغال في مصنع سفنج. عرضت عليه إن إحنا عايزين نعمل مصنع أو نستثمر فلوس، أو إحنا معانا فلوس نستثمرها، فعرض علينا المشروع. هو كان عنده خبرة بإزاي السفنج بيتصنع. ابتدت الفكرة تتكون، ابتدينا نجمع بعضنا، ابتدينا نشتغل في 2009 ونصنع مكن يدوي محلي. المكن نفسه كنا مصنعينه في مصر، مصانع برضه. حجم الاستثمار اللي بدأته بيه قد إيه؟ تقريبا كان 360 ألف. وبعد كده عملت إيه؟ خدنا الخطوة الإيجابية وبدأنا. بدأنا نصب اللي احنا عارفينه. ابتدى الشخص، ابتدى محمد فتحي ده اللي هو اللي عنده خلفية أو كان شغال في مصنع سفنجة قبل كده، ابتدى يصب، وابتدينا نشوف السفنج وهو طالع، ابتدينا نتعامل مع السوق، ابتدى السوق يبقى له مطالب مننا، نشف طري علي اعمل، واحنا كنا بوكس. لحد ما القيمه المضافه جت لنا طبعا مهندس احمد نور. كنتوا ساعتها بتعملوا قالب صح كده؟ دلوقتي بيطلع شكل الشريط طويل كده. ده بقى مكنه الاوتوماتيك، بعد كده جبناها في 2013. ابتدينا بقى في الوقت ده نكبر، ابتدينا في الوقت ده ناخد خطوات ايجابيه، مونها البنك الاهلي تمام، وابتدينا نتحول من بوكس لكونتينوس، وابتدت بقى الخطوات. كونتينوس يعني السفنج يخرج بشكل قوالب كبيره كده، احنا نقطع كبيره وانت بقى تقطع براحتك. ده توفير في الخامه وانضف ودقه في الشغل، انت بتبط بتطلع ادق. فالقصه محتاجه برضو يعني خبره تمام. فجبنا المكنه دي قعدت معانا لغايه 2020، بعد كده بعناها وجبنا بقى المكنه هينكا ديت، دي احدث مكنه في العالم، يمكن من اكبر 3 مصانع في مصر هم عندهم المكنه دي. وابتدينا بقى نخش في المشروع، وابتدى المشروع يوسع بالتداول يعني بالنقطه بنقطه. والشراكه لسه مستمره ولا لا؟ ابتدت بقى في الشراكه في الوقت ده خلاص. ابتدى محمد مشي في 2014 يعني؟ اللي هو كان صاحب الفكره اساسا، ابتدى يستقل بنفسه، عنده مصنع فايبر. محمود بدري ابتدى يمشي وبقى عنده مصنع براميل بلاستيك وكده، وما فاضلش حد الا انا. حضرتك قررت تكمل؟ قررت اكمل عشان الصناعة. انا اصلا من الاول كنت انا المسؤول عن الاداريات. انا اللي كنت الاول من اول ما فتحنا المصنع واحنا شغالين، انا اللي بنام هنا في المصنع، انا اللي مسؤول عن الاداريات، وانا اللي كان عندي فكره الاداريات وتجميع الناس، لان هو كل الموضوع في الاول وفي الاخر هي اداريات. فقدت الانتاجيه النهارده قد ايه؟ في السفنج زي ما انا قلت قبل كده، في السفنج احنا تقريبا بننتج، مستهدف ان احنا ننتج حوالي 8000 طن في السنه. المراتب احنا طاقتنا الانتاجيه تقريبا دلوقتي اللي احنا بنطلعه فعليا 1000 1100 مرتبه، مستهدف ان احنا ننتج شهريا يوميا ما شاء الله ما شاء الله 1100 مرتبه يوميا. يعني انت ايه اللي خلاك طورت اصلا؟ يعني انا بتاع سفنج، ايه اللي خلاك دخلت في المراتب والمخدات والبلاستيك والسلك او السوسل؟ السفنج انت كده في جزء منه، والريبوند اللي هو السفنج المعاد تدويره، في جزء بينباع منه للمراتب. يعني في مصانع مراتب ما عندهاش مصانع سفنج. طب انا اصلا مصنع سفنج، طب ليه ما يبقاش عندي مصنع مراتب ويبقى هو العميل رقم واحد في السفنج؟ فبقى في مصنعه مكمله، وفي نفس الوقت انا بنتج كسفنج وبنتج خامه اعلى لمراتبي ومميز في المراتب، لان انا اقدر اعمل لها تكلفه اقل. وده اللي خلانا احنا اخترقنا الشركات اللي كانت موجوده في السوق فتره قليله، ان احنا بنعمل جوده عاليه وسعر اقل. انا شفت عندك مراتب معموله بمزاج، سواء لاتكس او هارد او سوفت او الخامه الاخيره اللي هي الميمور فوم. الميمور فوم دي حاجه مرعبه في العالم كله تمام. النهارده المرتبه عندك مختلفه وجودتها عاليه جدا وسعرها مفاجئ تمام. يعني ايه ميمور فوم اللي هي المخده بتاعتها بتعدي ال 1000 جنيه، الاقي عندك كل المرتبه سعرها مفيش تمام. مفيش، في فرق كبير جدا بين ان تبقى عندك مشروع فردي. انا بتكلم على المرتبه الميموري اللي هي، ما انا هقول لحضرتك الطريه قوي دي. انا هقول لحضرتك ما ينفعش في اداره المشاريع الكبيره او المشاريع اللي ذات
يعني ايتم كبير يعني فيها كذا منتج، تحمل كل منتج شخص الحاجه، يعني ما تقدرش تحمل منتج حاجه. يعني ممكن الممر دي انا ممكن اكون شايل منها التكلفه في الكهرباء، شايل منها تكلفه بند الاداره، شايل منها تكلفه البتاع، وحاطط لك فيها الممري عشان اقدر ابيعها جنب منتج تاني يقدر يبيع. ما ينفعش تعمل كل ايتم من الحاجات اللي انت بتنتجها تسعير لوحده، انما يعرف تعمل اجمالي عشان تنزل بمواصفات السعر تقدر تعمل اجمالي. فده اللي خلانا في الاخر طلعنا بمنتج قيم جدا وجودته عاليه جدا وسعره قليل. الحاجه التانية هي فكره التوريث. انت عايز تورث ايه بالظبط؟ عايز تورث اسم واحترام وبعد كده هم يكملوا في نفس المسيره والفلوس كده كده جايه ومش مشكله تكسب النهارده وتكسب بكره، ولا عايز تضرب خبطه وتجري يعني انت عايز ايه بالظبط؟ ما هو هنا فرق بين الصناعه وبين التاجر. خليني اسالك على المصانع الاخرى حضرتك عملتها. لو قلنا الاسفنج الطبيعي ان يبقى عندك المراتب والمخدات، طيب بعد كده عملت الريبوند اللي هو الاسفنج المعاد تدويره، بعد كده عملت مصنع السوست، ليه دخلت عملت مصنع البلاستيك؟ تمام، هي بقى هي الفكره هنا. انت بيبقى في وقت لا ولسه شغال لسه تعمل مصنع تاني في وقت من الاوقات، هي مش فلوس رقم التصنيع. يعني برضه انا عايز ارد حضرتك الفرق بين المصنع وبين التاجر وبين اللي عايز فلوس وبين اللي عايز اسم وبين اللي عايز توريث. يعني القصه بتختلف من شخص لشخص. هي الفكره ايه في البني ادم؟ انت هتوصل ليه؟ هتوصل لرقم مبلغ في البنك وتقف تقعد في البيت يعني؟ اذا اشتغل بس. فخلاص طالما انت عندك فكر الشغل هتلاقي بقى المصانع، طب يلا نعمل سلك، طب يلا نعمل بلاستيك، طب بدل ما نبيع الريبوند ده طب ما نعمل احنا قمة اضافيه للريبوند ونعمله عندنا عشان احنا بنحتاجه في المراتب، طب يلا بكره نعمل بلاستيك حق، طب يلا بكره نعمل كذا. خلاص انت بتخطط ليه الفتره اللي جايه؟ بخطط في كل حاجه يعني 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 عندي طموح. اذا حبيت الصناعه لازم، انا حابب دماغك، لازم حضرتك تحب الصناعه. الصناعه ده مولود ما بيكبرش، طفل طول الوقت بيعيط، طول الوقت ما عندوش سن يكبر وتسيبه. عشان كده اوعى اوعى يكون عندك تصنيع وتعلم ولادك التجاره او توريه مكتب الصناعه وما يبقاش قدامه غير الصناعه. لو شاف التجاره مش هيشتغل في الصناعه. الصناعه شغلانه مرهقه، عايز حد يحبها، عايز حد يكون يفهم يعني صناعه، يفهم يعني عماله، لانك انت مش هتقدر تشتغل من غير عماله. ربنا اكرمك باربع اولاد. بنتين ولدين صح؟ تمام. تعليم ما فيش احلى من كده. تمانية. تمن اولاد. تمن اولاد. اه. التمانية معاك انا؟ ما هم الاربعة لهم اربعة. اكيد طبعا، بس الاساسيين عندنا في اربع. التمانية اساسيين. التمانية اساسيين. التمانية في المصنع. هيبقوا كلهم في المصنع ان شاء الله. طب كم حد في المصنع النهارده؟ في ستة دلوقتي في المصنع. بتواجههم دايما تقول لهم ايه؟ بتوصيهم بايه عشان يحافظوا على نفس سياستك وفلسفتك في ادارة العمل مع العمال تحديدا؟ كل حاجه، كل الوصايا ان هم يحبوا بعض الاول، يتفاهموا يعني ايه شغل، ويتفاهموا يعني ايه رزق، ويتفاهموا يعني ايه فلوس، ويتفاهموا يعني ايه عيشه. طبعا فلازم احنا نحب الموضوع ده ولازم نفهمه عشان نقدر ندير بعد كده، وعشان نقدر نتغاضى عن بعض الاخطاء اللي احنا ممكن نوصل فيها. لان صعب جدا 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 ان احنا نعمل مؤسسه وبعد كده نقطعها. طب ما هي موجوده، ونختار واحد يدير والناس التانيه تنجحه في الاداره. ما يبقاش انا عندي دايما الشفة ان انا افشله في الاداره عشان افهم الناس ان هو فاشل وانا ناجح. خلينا كلنا شغالين تحت اسم سيتيفون. كوين او الملكه مرتبه اختراع للحاج صبحي بيومي، صنعها بسوست متصله وسفنج عالي الكثافه، ووشها متصمم على ماكينه اللحاف. بجد تحفه ومريحه جدا، والمفاجاه ان سعرها بيبدا من 3000 جنيه للمتر الواحد، وبضمان 10 سنين، والاسفنج اللي فيها صممه بنفسه بضمان 20 سنة. أما المراتب الألماني فهي فخمة جدا وكلها اسفنج، حتى السوست متحوطة بالاسفنج السوفت المريح، وممكن تتعمل بالاسفنج الميموري فوم أو اللاتكس، بس سعرها هيرتفع كمان في المراتب الأمريكية، وميزتها إنها معمرة جدا. وفي مرتبة عجيبة فعلا بسوست منفصلة، يعني كل سوستة جوه غلاف لوحدها، وبيبقى فيها حوالي 600 سوستة، وهدفها إنها لو اتنين نايمين جنب بعض مستحيل حد يحس بحركة التاني. احكي لنا عن الصناعة دي في مصر حجمها عامل ازاي ومدى احتياجنا ليها، وهل مصر وصلت لأقصى درجة في التصنيع فيها ولا لسه محتاجين مصانع جديدة؟ الصناعة ديت فيها ميزتين. الميزة الأولانية إن هي ما فيهاش هوالك، الهوالك اللي فيها صفر تقريبا، لها إعادة تدوير
وبتعيد تدويرها جدا. لما نيجي لصناعه السفنج هي مهمه لكل بني ادم. انت قاعد على كرسي سفنج، قاعد على كرسي عربيتك سفنج، قاعد في توك توك سفنج، بتجدد عربيتك عايز سفنج، بتجدد مرتبتك عايز سفنج، بتجدد الانتري بتاعك عايز سفنج، كل حياتك فيها سفنج. فالصناعه صناعه مهمه، انت بتحتكها وانا بحتكها والتاني بتحتك. احنا 110 مليون بني ادم، المفروض دراسات الجدول الشركات العالميه عاملاها احنا نستهلك 100,000 طن سفنج. احنا لغايه دلوقتي بنستهلك حوالي 35-40,000 طن، لسه ما وصلناش للمعدل بتاعنا. احنا تقريبا جهاز المركز المحاسبات بيقول لك احنا عندنا حالتين 2% زواج في السنه تقريبا، احنا بنتكلم في 2.5 مليون حاله جواز بس، في متوسط 3 مراتب تقريبا، يعني الرقم 7-8 مليون مرتبة، قسمهم على 300 يوم أجازة السنة، فيها 60 يوم أجازات جمع وأجازات رسمية، يبقى تقريبا 300 يوم، يعني تقريبا بنطلع 27,000 مرتبة في اليوم. شفت عندك نوعين من المراتب، ألماني وأمريكي. صح، بيتصنع هنا بس على الطريقة الألمانية وعلى الطريقة الأمريكية. أنا قلت لك أنا حابب الألماني. الألماني الأمريكي عمره أطول. الألماني كل الموضوع إن هو بيتعمل له علبة والشاسيه بينزل في قلب العلبه، فلما بتيجي تحسس من جنب المرتبه بتلاقي سفنجه، ما بتلاقيش كيس تبين. ما بتجيش من المانيا ولا بتيجي من امريكا؟ لا احنا اللي بنصنع هنا، عشان لسه عشان الناس اللي عندها عقده الخواجه دي، مفيش كلام، كله بيتصنع هنا، مفيش كلام. لكن بتحط علينا طريقه امريكيه او طريقه المانيه، وبناخد عليها شهادات بقى، يعني معروف ان دي فعلا مطابقه للي بيتصنع في المانيا. اكيد طبعا. المرتبه اللي شفتها عندك اللي هي لو حد ضغط من جنب ما يتأثرش، اسمها بوكت سبرينج. بوكت سبرينج. انا اتبسطت جدا انت بتصنعها في مصر، لان تخيلت انها ما بتصنعش في مصر وبتجي لنا مستورده من بره. الاول كانت ممكن تجي لنا شاسعات مستورده من بره، اللي هي مهما دوست على جنب اللي نايم جنبك مش حاسس انت بتعمل ايه، ما يحسش باللي صح كده. ايه السر، ايه التوازن ده؟ يعني التوازن ده زي ما انا بقول لحضرتك كده، ممكن يكون يعني 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 انت لما بتروح معرض المفروض شريت انك انت تشتري مرتبه، دي لها ثقافه، والبياع برضه لازم يكون عنده ثقافه شراء المرتبه. يعني ممكن حجم الزبون يفرق معاه في نوع المرتبه. يعني زبون مثلا جسمه اتقل شويه ما ينفعش نديله نوع معين من المراتب، لا هيرتاح عليها ولا حاجه. يعني يعني الموضوع له ثقافه وله دراسه، مش ما احنا بنتعامل معاه كده، بنتعامل معاه كده والدنيا ماشيه الحمد لله، بس هو له طريقه وله ثقافه وله دراسه. يعني حتى كمان الزبون اللي بيبيع، الراجل البياع في المحل لازم الاول يعني يسالك شويه اسئله عشان يقدر يبيع لك مرتبه انت هترتاح عليها وانت نايم. فكره البوكت سبرينج ان انت دايما وانت بتتحرك وانت نايم اللي جنبك ما يقلقش، ما تبقاش انت عمال تروح بالسرير. بس دي الفكره، وان هي مريحه اكتر في النوم. تحاولش دايما، تحاول بقدر الامكان بتقرا كتاب، ما تزعجش اللي جنبك. عايز نصيحتك لما نيجي نشتري مراتب، وانت بتقول 3 مراتب للاسره، وتقريبا هنبقى محتاجين احنا نجدد دايما، عشان خاطر ما ينفعش المراتب تقعد اكتر من 5-6 سنين في اي بيت، صح ولا لا؟ لازم تجدد المرتبه. احنا صحيا المرتبه على ضمان 10 سنين على الشاسيه، على عيوب الصناعه في الشاسيه، انما القماش والسفنج ده حاجات مستهلكه، ما نقدرش نديك على ضمان 10 سنين. احنا وغيرنا كل مصانع المراتب تلاقي عليها ضمان 10 سنين، بس 10 سنين ضد عيوب الصناعه في الشاسيه. يعني انا اضمن لك الشاسيه الحديد هيقعد 10 سنين، انما القماش هنقول لك، لان المرتبه ممكن تتعرض لوساخه، تتعرض لحاجه تقع فوقها. مفيش تجديد للكلام ده طبعا، ما ينفعش اجيب لك مرتبتك اقول لك جددها لي. لا، في تجديد طبعا. فعلا؟ طبعا. يعني ممكن حد يجيب لك مرتبته ويقول لك لو سمحت جدد لي المرتبه؟ طبعا. طب ما ده جديد، ده حلو ده. في صيانه طبعا. في صيانه للمراتب؟ طبعا. دايما بنشوف المناطق الصناعيه فيها خدمات وفيها حاجات كتيره جدا تؤهل لاستمرار الصناعه في هذه المنطقه الصناعيه. وانا داخل حضرتك هنا، المنطقه الصناعيه دي اسمها بساتين الاسماعيليه، قريبه جدا من مدينه العبور، احنا دوبك عدينا الطريق الناحيه الثانيه من تحت الاوساطي. انا مش شايف اي خدمات. لما سالتك قلت لك دي منطقه صناعيه، قلت لي دي منطقه صناعيه معتمده وليها قرار جمهوري، صح ولا لا؟ بس احنا بنينا قبل القرار الجمهوري، بس كان انتوا وضعكم مع القرار الجمهوري، وده كانت ازمه دايما التصنيع في مصر. التصنيع في مصر او الارض الصناعيه في مصر شويه، الأرض الصناعية بقى اللي هي الصناعية، عشان كده دايما تلاقي في مناطق عشوائية صناعية بتظهر بسرعة في مصر. مش احنا الحالة الوحيدة، في حالات كتير جدا جدا بقت مناطق صناعية عشوائية اتبنت عشوائية وبعد كده أجبرت الدولة ان هي تقننها، تمام. انما لو انت بقى رايح بقى تاخد بقى الموضوع بقى مصنع من الاول خالص، هتروح بقى لهيئه التنميه الصناعيه تخصص لك ارض، وبعد كده شروط مباني، وبعد كده شروط مطافي، وبعد كده يجي لك مش عارف ايه، وبعد كده تطلع سجل صناعي. عشان كده في ناس كتير جدا جدا من اللي بدأوا الصناعه
اللي هم اصلا عايزينهم يبداوا الصناعه ده كان محتاج ابدا بكره، خد الارض وابدا بكره، فيبني براحته بمزاجه. فده اللي حصل في المنطقه هنا. لما المنطقه كبرت بقى وابتدت المصانع تكتر فيها، وبدل المصنع بقى 1000 مصنع، فابتدت القياده السياسيه ابتدت تحس بالموضوع، وطلع قرار جمهوري، طلع قرار جمهوري من رئيس الجمهوريه بتحويل المنطقه لمنطقه صناعيه، وسماها منطقه الراء التاسعه بستين الاسماعيليه. فين الخدمات؟ المنطقه دي بقى فيها لا ثانيه، من 2016 لغايه النهارده احنا بنتكلم في حوالي 8 سنين. تمام. انا مش لاقي طريق عدل عندكم هنا. تمام. انا عشان اجي لك انا لفيت وتهت وسط اراضي زراعيه، لان نزلونا نزله من اوساطي غريبه جدا. تمام. مع ان انا تحتك، انا شايف المصنع. تمام. شايف المصانع مش عارف انزل لها. تمام. ازاي اتقفلت النزله بتاعه الاوساطي؟ مع ان لما القرار طلع الحكومه كان لها طلبات، في هنا مناطق ممكن تتعمل منطقه طبعًا خدمات. طبعا اكيد في مساحات موجوده، يعني مساحات موجوده، انا على مرمى البصر مش شايف. لا، في مساحات، الاف المصانع، في مساحات موجوده، وفي مساحات هنا في الجمعيه او قريبه او بعيده نقدر نخلقها موجوده. دي جمعيه اسمها بساتين الاسماعيليه. آه. صح كده. دي دي كان مساحتها قد ايه؟ تقريبا 1200 فدان. 1200 فدان كلها صناعي النهارده. المنطقه دي تتبع اداريا الزقازيق. ليه ده انت العبور؟ آه. قدامك هو ده بقى المشكله. فانت امن الصناعي زقازيق، اسم الزقازيق، بنوك الزقازيق، تتبع زقازيق. بنوك، يعني عايز اعرف حاجه، وانت لو عامل عندك خارج منها ب 5 ولا 6 مليون جنيه راح يحطهم لازم في بنك، يروح العبور، يمشي في المخاطر دي كلها او يروح الزقازيق؟ يعني اعدي ازاي امشي المسافه دي كلها بالفلوس دي كلها؟ مفيش بنك هنا؟ مفيش بنك هنا. اول 1200 ولا 1300 مصنع؟ اول بنك على الطريق الصحراوي، طريق مصر، طريق الزقازيق الصحراوي، مصر بالبيت الصحراوي، اللي هو بنك الاسكان والتعمير اللي هو جنب معهد العبور. ده اقرب بنك للمنطقه كلها، ده بنك الاسكان وصغير. عشان تتعامل بقى مع بنك تحط فيه الارقام اللي حضرتك بتتكلم عليها دي لازم تنزل القاهره. احنا البنك الاولاني اللي عملنا معاه القرض الاولاني اللي هو الصندوق الاجتماعي ده كان فرع احمد عرابي في الزقازيق، هو دلوقتي بيحاولوا يدخلوا ميه في المصانع. المصانع دي من 2009 شغاله من غير ميه، ما عندهمش عدادات ميه. تمام. والكهرباء كانت هوائيه لسه، يا دوبك الشركه دوبك ابتدت تدفن الكابلات، حاجات بسيطه. لسه التليفونات الارضيه داخله عندنا من سنتين او من 3 سنين، ما كانش عندنا تليفونات ارضيه. وما عندكش تليفون محمول. وما عنديش تليفون محمول. يعني لا عندك لا نقطه شرطه، ولا عندك وحده صحيه، ولا عندك طريق مرصوف، ولا عندك ميه، والكهرباء عندك بتبوظ لك المكن، ولا عندي صرف صحي، وبيبوظ لك كنترول بتاع المكن، معناها انها فيها اهتزازات. لان الكهرباء، الله ينور عليك. احنا طبعا بنناشد كل المسؤولين على الصناعه، وبالذات بنناشد طبعا سياده الفريق كامل الوزير، هو راجل صناعه من الدرجه الاولى، فاحنا بنناشده ان هو يجي يبص للمنطقه، واحنا تحت امره. يعني احنا يعني طالما انا كده كده مستثمر وعايز اكسب، فانا عايز احمي استثماراتي، وعايز ابقى مكان كويس، وعايز العامل بتاعي يبقى مرتاح. لسه مع حضراتكم بنزور مجموعة سيتي فوم في المنطقة الصناعية بساتين الإسماعيلية أو الزوامل، على طريق بلبيس الصحراوي في المنطقة المقابلة لمدينة العبور ناحية الطريق الأوسطي. وزي ما وضحت لحضراتكم، سيتي فوم عبارة عن 6 مصانع على مساحة تتجاوز 40,000 متر، الأول لتصنيع الإسفنج بأحدث خطوط في العالم بمختلف أنواعه، لاتكس طبيعي، سوفت، هارد، ميموري فوم، والتاني لتصنيع المراتب على الطريقة الأمريكية والألمانية الفارهة بجميع مقاساتها وأشكالها بأفضل خامات تحت اسم ووندرلاند، وبسعر مذهل فعلا. أما المصنع الثالث فهو مختص بتصنيع سوسة المراتب، والرابع للمخدة واللحاف والملايات وغيرها من المفروشات، والخامس للبلاستيك، وبيصنعوا فيه كل مواد التغليف البلاستيكية لمنتجاتهم وكمان للغير. أما المصنع السادس فهو الإسفنج الريبوند، وهو مختص بإعادة تدوير الإسفنج الهالك في الصناعة. مؤسس مجموعة سيتي فوم الحاج صبح بيومي، رجل الصناعة المخضرم، قرر أنه يدي الفرصة لأولاده بالكامل
في إدارة المصنع والتسويق والتخطيط وتطوير الأعمال والرقابة على الإنتاج، وهم يستحقوا من صغرهم وهم شاربين الصناعة ومتعلمين كويس جداً. تعالوا نقابل أمنية الصبح بيومي مديرة التسويق في مجموعة سيتي فوم، وبالمناسبة هي قادة ثورة بجد لتغيير شكل علامتهم التجارية وندرلاند للوصول بيها للمستهلك النهائي مباشرة وبأسعار محدش يصدقها رغم جودتها العالية. غيرت العلامة التجارية، عملتي وندرلاند بشكل مختلف، عملتي كانتان ده براند جديد لسه. صح ولا لا؟ أيوة. طيب اشرح لنا بقى ليه الثورة دي؟ في الأول يعني كان طول الوقت عندي حاجة كده، كنت دايما باجي المصنع مع بابا وأنا صغيرة وقبل ما اتخرج بكتير، وكنت باجي وبجيب صحابي بنقعد نتفرج وبشوف إنه بيعمل حاجات حلوة قوي غير اللي أنا بشوفها، وغير اللي صحابي بيفضلوا يشتروها وبيفضلوا يشتروها بمبالغ غريبة. الفكرة بس كلها إن بابا دايما ما كانش عنده الفكرة التسويقية والحاجات الجديدة بتاعت الشباب، إن أنا اهتم باللوجو وإن أنا اهتم بالشكل. كان بيهتم إن هو يعمل برودكت حلو قوي للناس، بس ما بيوصلش للناس بالطريقة اللي هي المفروض توصل بيها، لأن زي ما أنت عارف إنه الناس بيوصلها الحاجة اللي بتشدها في الأول، الحاجة اللي شكلها حلو، الحاجة اللي بيتسوق لها حلو. مستحيل أنا يعني أشتري حاجة أنا ما سمعتش عنها أو ما شفتهاش قبل كده. إحنا بقى دخلنا الحاجات الجديدة وخلينا وندرلاند بقى يعني تروح في حتة تانية. وندرلاند كان براند معروف وكان ما بين الناس وما بين التجار، بس ما كانش معروف للناس اللي مثلا زي وزي المستهلك النهائي بالظبط، إنه إن إحنا نشتريها من مكان أو نبقى عارفين الاسم يتردد في وندرلاند الناس. بالظبط. فده اللي انا عملته الحمد لله، يعني احنا كلنا عملناه مع بعض ويعني بنحاول ننجح فيه دلوقتي طبعا، عشان بنقدر نوصل للناس بالطريقه اللي بنوصل لهم بيها زي السوشيال ميديا والتلفزيون والمعارض اللي احنا بننزلها. يعني نزلنا لو مارشين، نزلنا هيس، احنا كمان يعني بنقف نبيع بنفسنا، لانه مش عارفه بس يعني يمكن خدنا الحته دي من بابا. من كتر ما احنا كمان حبينا البراند زي ما هو بيحبه، بقيت حاسه انه السيلز مش بيبيع زي يعني. انا من الحاجات اللي انا عرفتها منه من وانا قد كده لحد ما كبرت وبدات اقرا عن الموضوع، وبعد ما بقيت اشوف الحاجه فالناس بقت تقول لي انت دارسه نوم. يعني ايه دارسه نوم؟ يعني كل نوم، يعني كل واحد وليه طريقه نوم معين. انا بقى انت بتجيلي بتقولي انا عايزه انام على كذا وكذا وكذا، فانا بديك الاوبشنز وبديك البيست اوبشن ليك، الاحلى اختيار ليك ان انت تاخده من المرتبه. حتى الناس اللي محتاجه حاجات للعلاج طبعا طبعا، هما دول الاوبشنز بتاعتهم مش كتير. بس الفكره كلها ان احنا كمان بقى بنطور في الموضوع ده. يعني الحاجات اللي هي الميديكال، الحاجات اللي هي الطبيه، طول الوقت كان معروف عنها ان هي ناشفه عشان ظهرك ما يتحركش، عشان ما يحصلش اي حاجه لو حد عامل عمليه، لو حد عنده حاجه معينه في ظهره، الكلام ده. احنا بقى بدانا ناخد الموضوع ده، الكونسبت بتاع انه لازم يكون نايم على حاجه هارد عشان ظهره، وفي نفس الوقت بدانا نطوره. بدانا مثلا نحط عليه ميموري، بدانا نحط عليه سوفت، انت تبقى مرتاح مش نايم على حجر، وفي نفس الوقت عمر ما هي تتحرك بيك، فظهرك او المشكله اللي عندك بتتعالج، بتصحى من النوم مش موجوع، بتصحى من النوم مبسوط. النوم تجربه، هم اهم 8 ساعات في اليوم هم النوم. لو ما نمتش كويس مش هتعمل اي حاجه كويسه. فانا بشوف ان البراند بتاعنا من اهم الحاجات الموجوده، زي الاكل والشرب، اهم 3 حاجات النوم والاكل والشرب. كانتان كانتان بقى دي راح بقى فين؟ لا دي فكره جديده بتخاطب فئه تانية معينه، الناس اللي هي بتحب تبقى مرتاحه قوي في النوم، بتركز مع شكل المرتبه زياده عن اللزوم. يعني مثلا في ناس بتحب تنام على مرتبه شكلها حلو حتى لو بتتغطى، بس انا في ناس بتجيلي انا عايز مرتبه شكلها حلو. طبعا ده بيكلف، هيبقى اغلى من وندرلاند، لان القماش اللي انا هحطه في كانتان غير القماش بتاع وندرلاند. بس ده ما يفرقش عن ده حاجه، زي بالظبط الراحات، انا برتاح في حاجه معينه وانت بترتاح في حاجه معينه، بس كلنا بنرتاح، ده صحيح. اهم حاجه، وهو ده الكونسبت العام بتاع البراند بتاعنا، انه انت عايز ترتاح لازم وندرلاند. بتفكري في ايه تاني ممكن نعمله هنا في الصناعه دي؟ او ايه المصانع لازم نشتغل عليها عشان نقدر نعلي قيمه المنتج بتاعنا كمان؟ يعني احنا لما اتحطينا قدام الاوبشن ده في الاول بدانا نعمل احنا كل حاجه من A to Z. يعني احنا في الاول كنا اسفنج، ولما بدانا ندخل في المراتب بدانا نحس انه ليه انا ما اعملش كل حاجه جوه المرتبه تبقى بتاعتي.
عشان ابقى يعني ابقى ليا الفول كنترول على الحاجه، ان انا بتحكم في الحاجه في المرتبه كامله، فيعني ابقى مسؤوله عنها. دي حاجه من الحاجات زي الاكل بالظبط، لازم تتعمل بحب. آية صبح بيومي هي مديرة التخطيط وتطوير الأعمال في مجموعة سيتي فوم، وهتشرح إزاي بيخطط الجيل الثاني في عائلة صبح بيومي للوصول لأقصى طاقات الإنتاج وأعلى جودة في كل منتجاتهم من الإسفنج والمراتب والمفروشات وغيرها. عندنا منتج دهب اسمها مراتب وندرلاند، إزاي نقدر نوصل بهذا اللوكال براند أو هذا المنتج المحلي لكل بيت في مصر، ونقول له ان المنتج المحلي افضل مليون مره وارخص ألف مره من المستورد. في كونسبت عند الناس دايما بيقول ان انا مش عايز، بخاف من اللوكال براند، اللي هو يعني لا مصري مش عاوزه، انا عاوز بقى الماني امريكي بالزبط. الكلام ده كله. في حاجه حلوه، احنا عندنا كل الماتيريالز موجوده في مصر واحنا بنقدر نصنعها، هي بس حاجات بسيطه بنقدر نستوردها من بره، اللي هي اصلا يعني المواد اللي احنا بنعمل منها مثلا الفوم. غير كده احنا معانا اكتر من كل المواد موجوده هنا، زي لو انا بعمل المرتبه عندي الفابريك حلوه جدا واحسن انواع، عندي الفوم بعمله باحسن حاجه، عندي السوست، كل حاجه دي موجوده عندي. فانا ليه ان انا مش ما اعملش يعني مصنع كامل اسيرف على نفسي واقدر اعمله بهاي كواليتي وابيعه للناس؟ وده اللي حققناه. هي دي بقى البوينت اللي احنا طلعنا بيها للناس، وان احنا نقدر نقنع الكلاينت ان ده لوكال براند بس 100% حاجه هاي كواليتي. احنا عندنا في وندرلاند عندنا زي ما حضرتك شفت عندنا فرايتي كبيره جدا، اللاتكس السفنج الطبيعي، لاتكس ناتشر، دي مرعبة. ماده طبيعيه، لاتكس وميموري فوم، وعندنا بقى الاسفنج اللي هو السوفت والهارد. في ناس بتحب يبقى سوفت، وفي ناس تحب اللي هو ميديوم سوفت كده يعني، فبتبقى على حسب راحه حضرتك. اي حد بيجي يقول لي انا عاوز، انا عايز ارتاح على ايه، فانا من ساعتها اعمل له ريكومنديشن او اقتراح ان هو حضرتك دي هتناسبك جربها. وممكن افصل له مرتبه، ده انا بتاع المصنع. طبعا احنا بنعمل كاستمايز لاي حد. الاسعار؟ لا احنا اسعارنا كومبتيتيف جدا. ما انا عارف بقى انت كمان تخطيط وتطوير اعمال، يعني ليكي في حته التسعير. انا بحب اراعي شويه الزبون. حلو، حاسس ان انا قدام الحاج صبحي. احنا بنتعلم منه يعني، هو اصلا بابا هو من ساعه ما بدا المصنع احنا معاه من اول يوم، فهو بنى فينا الحته دي ان احنا نراعي ضميرنا وان احنا نحب شغلنا. احنا بنحب شغلنا، بنحب الحاجه اللي احنا مطلعينها. وانا بزور مع حضراتكم في المخازن وبنتفرج على عمليات التخزين اللي بتتم، كميات مهوله من المراتب والمخدات وكلها موجوده. ده بقول انا جاهز ولا ده ركود في السوق؟ لا احنا الحمد لله جاهزين. جاهزين؟ بس هي يعني طبعا قطاع السياحه عايز يفرش فنادق، انا جاهزه. احنا جاهزين، كومباوند عايز يفرش، احنا جاهزين. احنا اوريدي عاملين كده وشغالين مع فنادق وشغالين مع تجار بياخدوا مننا، واحنا شغالين في الشو رومز بتاعتنا. احنا واصلين من اسكندريه لاسوان، من سينا المطروح، احنا كل مكان يعني، كل احنا مكان. في محافظات مصر كلها. اللي قدام حضراتكم ده هو المهندس عمر احمد ابو بكر، هو مدير الانتاج في مصنع سيتي فوم، ووالده هو مهندس الميكانيكا أحمد أبو بكر، خبير ماكينات ومعدات الإسفنج، واللي نجح مع الكيميائي المخضرم أحمد نور رحمة الله عليه في تحقيق طفرة حقيقية مع الحاج صبح بيومي في صناعة الإسفنج في مصر. تعالوا نقابل المهندس عمر أحمد أبو بكر، وبالمناسبة هو شريك حياة آية صبح بيومي، ربنا يحفظهم. قبل ما نتكلم على المنتجات اللي في يد حضرتك دي من الاسفنج، دي طبعا حاجه رائعه، خلينا نتكلم على المكان الاول. ايه اللي احنا فيه ده؟ احنا دلوقتي واقفين في المنشر بتاعنا سيتي فوم، المذر كامباني بتاعتنا. بعد ما بنعمل الاسفنج زي ما احنا صورنا الخط الكامل، لازم يتحط زي مكشوف كده، لازم بيتحط كل بلوك لوحده الاول لمده مش اقل من 8 ساعات، نتاكد من الحراره، نتاكد من البروبرز بتاعته كلها، الخصائص بتاعته كلها، بعدين نبدا ان احنا ننقله نخزنه في المنشر بتاعنا. لازم يكون مفتوح عشان عوامل الامان، لازم يكون متامن بنظام الحريق، مدافع، سائل رغوي، لان طبعا لا قدر الله لو حصل حاجه في السفنج لازم. لا ما انا شايف مدافع هنا. لا لازم مدافع أكون مأمن نفسي يعني، لازم قويه كمان، لازم جدا. ده الكود بتاع الحمايه المدنيه بالنسبه لمصانع السفنج، وده اي مصنع سفنج المفروض يبقى عنده كده. طب ايه الالوان دي بقى؟ الازرق وبنفسجي والاخضر.
احنا يعني المفروض ان الاسفنج في طبيعته بيبقى ابيض، بس احنا عشان عندنا كثافات كتير مختلفه فحبينا ان احنا نفرق مع الكثافه اللون كمان. يعني مثلا عندنا كل كثافه ليها لون معين. كنا بقى ايه اللي في ايدك ده؟ ده اللاتكس. حاجات بسيطه، ده اللاتكس، واللي بعده الميموري، واللي بعده دي معده عندك ممكن تعمل اي حاجه بالاسفنج. دي ماكينه سي ان سي، بدخل لها انا الرسمه، برسمها على الكاد او برسمها على البرنامج بتاع المكنه. يعني بترسم الاسفنج نفسه، برسم الشكل اللي انا عايزه، بعدين ادخل بلوك الاسفنج، المكنه تبدا ان هي تشتغل بكمبيوترايز لوحدها من غير تدخل من العامل، ترسم لي الشكل اللي انا عايزه. ممكن اعمل كرسي، ممكن اعمل كنبه، ممكن اعمل اي حاجه. انتوا جايبينها ليه هنا في المصنع؟ بتعملوا بيها ايه؟ بيطلب مننا بعض الطلبيات، طلبيات لمصانع الاساس، شكل خدادية معين، شكل خدادية معين، شكل أسفنج معين، أعداد معينة، ممكن ديكورات لحفلات بشكل معين، ممكن ديكورات لحفلات، ممكن يعني في المكنة دي تقدر تعمل كل حاجة بالأسفنج، تعمل كل ده. دي حاليا أعلى مكنة في العالم، مكنة ألماني، يعني الألمان بيفتخروا دايما بصناعتهم. لسه هسألك على المكنة، لسه هسألك المكنة. عارف ان انت شغلتك وهوايتك انك تاخد الحاجة الصبح وتطلع معرض العالم، تنقل المكنة وترجع، صح كده؟ معرض يعني مش في كل حتة في العالم. عندك من ألمانيا لهولندا لدبي للصين لأمريكا. دي شغلانة يعني لازم دايما فيها أحدث مكان في العالم، لازم. ما ينفعش إن أنا أفضل قاعد مكاني من غير ما الناس تبقى عارفاني. يعني أنا دلوقتي الحمد لله لما في شركة جديدة تعمل تطوير في أي معدة أو أي ماكينة بيبعتولي. اللاتكس معروف إنها المادة الطبيعية في العالم، صح كده؟ اللي بتصنع منها الإسفنج بالظبط، اللي هي أول واحدة دي. أول ممكن واحدة أمسكها كده بعد إذنك؟ اتفضل يا فندم. يعني أنا شايف إن هي حاجة غريبة يعني. هل دي استخدامات طبية بس ولا إيه بالظبط؟ ممكن نوظفها في اي حاجه. ايه ده؟ ايه النعومه دي؟ هي اللاتكس بيجي غالبا من دول شرق اسيا، من شجر البامبو، بيتعمل في اسطمبات معينه ويتشحن لنا على هنا. ميزة اللاتكس ان هو اول ما تقعد عليه ما بيبقاش طري، بس لما تبتدي تريح جسمك بيبقى طري معاك جدا، بيديك الراحه المناسبه ليك. مفيش احلى من الطبيعي. مفيش احلى من الطبيعي، ده حاجه ربنا خلقها كده، اداها الخصائص. طيب الميموري فوم بقى. الميموري فوم هو مش ماده طبيعيه، هو يعتبر يعني التحسين في الاسفنج. هو من اسمه باين، ميموري بياخد شكل الجسم او بياخد شكل الوضعيه اللي هو فيها. اتفضل. تقدر حضرتك تعمله كله كده هيرجع برضو. تاني طبعا خطير جدا. كله كده هيرجع تاني كله. ده بنعمل منه المخدات، بنعمل منه الشيتات في المراتب، ونصنعه هنا في مصر. بصنعه بجيب الماتيريالز بتاعته وبصبه عندي هنا في مصر. فبيتحط مثلا طبق قد دي كده في المرتبه، طبق قد دي. ولسه الاسبوع اللي فات قعدنا نجرب، لقينا ان احنا لو حطينا طبقتين بتدي راحه اكتر، بتخلي المكتبه سوفت اكتر، فلافي اكتر. طب دي لما احنا بنصنعها هنا ممكن تكلفتها تبقى اقل من اننا نستوردها بقد ايه؟ لا يعني هي اي حاجه انت بتصنعها لنفسك هنا حتى لو بتستورد خاماتها تكلفتها بتبقى اقل من ان انت تشتريها من بره جاهزه، اتليست ثمن الشحن، لان انت عمر الماده الخام ما هتبقى نفس الكميه او نفس عدد الكناتر او الكونتينرز اللي انت هتجيبهم من بره. صحيح. فده هيوفر معاك، لو وفر شحن وارضيات والكلام ده كله، شحن والارضيات والكلام ده كله، فده كفايه قوي، ده يغنيني عن ان انا استوردها من بره. ممكن يوفر لك 25% من التكلفه. ده كلام يعني، ده فتح كلام، صح كده؟ طبعا. واحنا بنصور مصانع مجموعه سيتي فوم لحضراتكم، عرفنا ان كريم صبح بيومي 20 سنه بيدرس في الاكاديميه البحريه وتولى مسؤوليه التصنيع والجوده في سيتي فوم، بيشارك بقوه في معرض لو مارشيه للأساس بجناح ضخم، وواقف لوحده بيحارب مع أكبر شركات في مصر والوطن العربي، فقررنا نفاجئه في معرض لو مارشيه ونشوف أحدث منتجات ووندرلاند اللي بيعرضها. بجد مبهرة، مخدات ومراتب ومفروشات وكلها مريحة جدا لأقصى درجة، وأسعارها كانت مفاجأة لو مارشيه بجد. عايز أقولك إن أنا كنت في المصنع وشفت الصرح الكبير ما شاء الله اللي انتوا بتصنعوا من خلاله كل احتياجاتنا من الاسفنج والمراتب والمخدات والالحفة وغيرها من المفروشات. عرفت ان انت شغال لوحدك هنا في لو مارشي، وده واحد من اكبر معارض طبعا بنعتز بيها جدا، فقلت اجي افاجئك. برافو عليك بجد، يعني انت لوحدك شايل جناح بالحجم ده وبتعرض كم منتجات كبير جدا. اخبار لو مارشي اولا ايه؟ لو مارشيه طبعا من اكبر المعارض اللي موجوده في مصر في الاساس، فطبعا معرض احنا متشرفين ان احنا موجودين فيه. اساسه المفروشات بقى طبعا، اساسه المفروشات، فاحنا طبعا متشرفين ان احنا موجودين فيه. طبعا لو مارشيه من اكبر المعارض، فاحنا عارضين فيه حاجه كبيره، حاجه ليها قيمه، واحنا طبعا مقدمين نازلين بصوره كويسه عشان نواكب الناس اللي موجوده في لو مارشيه. ولو مارشيه طبعا يعني من الحاجات اللي احنا نقدر ان احنا نقدم فيها حاجه كويسه. اسعارك منافسه؟ اسعاري منافسه.
والكواليتي قولي جدا ده احنا اللي بنصنع. طبعا انت شفت المصنع فاكيد عارف. انا عجبني حاجات معينه انت عارضها وقلت الناس لازم تشوفها. اكيد. ايه دي؟ دي حاجه اسمها لاتكس تي بي اي. دي حاجه دي مخده. دي مخده. إيه بس دي مش انا اللي بصنعها في مصر. دي حاجه انا فاهم دي بتجيبها من بره صح. دي بس تاخدها من بره. بس ان شاء الله في المستقبل هتصنعها. ان شاء الله في المستقبل ان شاء الله هصنعها. بس خامتها ايه يعني؟ دي خامتها سيليكون بتقول لك بتساعد على النوم الرقبه وبتساعد على التنفس الطبيعي. انها تساعد على الناس اللي بتنام مثلا بيبقى عندها تقيل تنفس او الكلام ده بتساعده ان التنفس بتاعه يبقى طالع طبيعي مش اكتر. دي اللاتكس. دي حاجه اسمها لاتكس. دي ماده طبيعيه بتستورد بنستوردها برضو من سريلانكا بتستخرج من شجر اسمه شجر البامبو. طبيعي. طبيعي بس دي مريحه اكتر من الثانيه دي الامريكيه. في ناس ما بتختلف الناس بتختلف على الموضوع ازاي ديت والميموري. لا في ناس يعني انام على سيليكون ولا انام على حاجه طبيعيه. بالظبط انت بقى يعني. انت ورايك. لا طبعا احب اللاتكس. بالظبط انت حابب لاتكس. في ناس كتير جت قالت لا دي احلى مخده. في ناس كتير قالت الميموري احلى مخده. هي اراء. وريني بقى الميموري فيهم دي بعد اذنك. دي بقى جل. دي على طبق جل. ايه دي بقى؟ دي بقى بتحتفظ بدرجه حراره ساقعه دايما تبقى ساقعه لما تيجي تحط رقبتك درجه حراره جسمك صيف شتاء هي ساقعه كده. طب ما فيش احنا بنحب المخده تبقى دافيه. ليه بقى؟ اول ما تسيبها شويه وترجع تلاقيها ساقعه. بس الحاجات دي علاجيه مثلا ولا ايه بالظبط؟ مش علاجيه على قد ما هي الناس بتحب ان هي تعمل تشوف حاجه جديده قدامها. تحب ان انت لما تدخل مكان جديد تشوف حاجه جديده بتقدمها. انا مثلا بقدم الحاجه الجيلي دي. الجيلي ده دلوقتي موجود. لما باجي اقدم حاجه شبه لاتكس تي بي اي فالناس بتستغرب. الناس بتحب تسمع. الناس بتحب تشوف حاجه جديده. الناس بتحب تجرب. فطبعا الناس ده الحاجات دي بتفرق مع الناس جامد جدا يعني. قال صبحي بيومي يستحق النجاح فعلا. اهل خير والصناعة في دمهم وبينتجوا باسم مصر أحسن مراتب ومفروشات على الإطلاق ومنافستهم صعبة لأنهم كل يوم بيفكروا في الصناعة الجديدة اللي ممكن تضيف لمنتجاتهم وتقلل تكلفتها يعني صناعات مكملة ومغذية لصناعة الإسفنج والمراتب والمفروشات بجد نموذج مضيء ومبهر في الصناعة المصرية ويستحق كل الدعم والمسندة. ده كان آخر كلامنا النهاردة ببرنامج الجدعان ولكن حضراتكم اسمحوا لي قبل ما انهي حلقة النهاردة أتكلم عن أمر شديد الأهمية. خلال الفترة من 19 إلى 24 أكتوبر هيبدأ كأس العالم للصناعات الغذائية. طبعا أنا بتكلم عن معرض سيال في مدينة باريس في فرنسا. أكثر من 4000 شركة عالمية متخصصة في جميع قطاعات الصناعات الغذائية بتشارك في هذا المعرض وأكثر من 2 مليون زائر من جميع أنحاء العالم لهذا المعرض تحديدا. مصر بتشارك بحوالي 120 شركة كبرى متخصصة في جميع قطاعات الصناعات الغذائية. احنا دولة كبيرة جدا في هذه القطاعات ويكفي اننا في اول 6 شهور من العام 2024 حققنا صادرات بقيمة 3 مليارات و700 مليون دولار. إذن احنا دولة كبيرة جدا في العالم في قطاعات الصناعات الغذائية ومش رايحين للتمثيل المشرف ولكن لتحقيق مراكز أولى على مستوى العالم في تصدير منتجات قطاعات الصناعات الغذائية المصرية ولكن لا حديث في جميع المجالس التصديرية المصرية ومنها المجلس التصديري للصناعات الغذائية إلا عن مبادرة الدولة لرد الأعباء التصديرية. المنافسة شرسة جدا في العالم وحضراتكم هتشوفوا بنفسكم في برنامج الجدعان حجم المنافسة في معرض سيال الدولي. بقول لحضراتكم ده كأس العالم. النهاردة احنا محتاجين من وزارة الاستثمار إطلاق المبادرة الجديدة الخاصة برد الأعباء التصديرية. السيد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار وعد بوضع منظومة كاملة لرد الأعباء التصديرية لجميع المصدرين في المجالس التصديرية والجميع في الانتظار داخلين على أشهر كلها معارض دولية والمنافسة على أشدها ولازم نحقق خطة الدولة بأن قيمة صادراتنا تتجاوز 100 مليار دولار. الكل في الانتظار. ده كان آخر كلامنا النهاردة في برنامج الجدعان. انتظرونا غدا الجمعة الساعة 7 مساء على قناة الكهرباء والناس 2 وبرنامج حضراتكم
الجدعان. تشاهدون في حلقة الجمعة. الدواجن صناعة صعبة ومحتاجة خامات بملايين الدولارات، بنقدر نوفرها ازاي النهاردة؟ وقت ما احنا اشتغلنا في 2018 و2017 كنا شايفين ان احنا رايحين ل 250 ألف طن فجوة. الاستقرار في الاستثمار هي دي النقطة اللي احنا بنشتغل عليها السنة دي والخمس سنين الجايين. كايرو 3A النهاردة حطت نقطة التميز بتاعها في الجودة. انت رايح فرنسا معرض للمركبات الحيوية. حيوية. هنقدر ننافس يا دكتور؟ مع بداية شهر ابريل اول مايو ده بداية نشاط في النيماتود. الناس النيماتودة لما تتكاثر بتتكاثر متوسط كل 8 ل 12 يوم سايكل. عسل الجوافة ده بزار الجوافة رقم عالي جدا، لك تتخيل ان الكيلو ب 1500 جنيه من عسل الجوافة.